بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية السنة الثالثة ابتدائي. طبعا في المسابقة رأينا لاباج 155. On a déjà vu la page 155. Pour l'instant nous allons continuer avec la page 156. مئة وستة وخمسون. La page 156. Au début de la page on a dit une poésie. Au début de la page on a dit une poésie. Dire une poésie قول شعر. عنوان القصيدة الصغيرة كما نلاحظ l'école est fermée. L'école est fermée. إذن المدرسة هي fermée. مغلقة. هي مغلقة أو هي أغلقت. إذن طبعا عندنا لو فيرب fermé conjugué avec l'auxiliaire être. أنه مصرف مع être. L'école est fermée. المدرسة مغلقة. إذن l'école est fermée. Les souris s'instruisent. Les papillons lisent. Les pupitres lisent. Ainsi que les bancs. إذن l'école est fermée. المدرسة مغلقة. Les souris s'instruisent. الفئران تتثقف كما نقول. كما نقول الفئران تتعلم. نتكلم مثلا عن شخص. Une personne instruite. إذا نتكلم عن شخص مثقف. Une personne instruite. إذا نتكلم عن شخص مثقف. إذا نستعمل الكلمة من هاد الفعل اللي هو لو فيرب سانستخويغ. كما نقول تثقف. أو بمعنى آخر تعلم. لي سوري سانستخويز. الفئران تثقف نفسها. لأنه ممكن يكون عندنا واحد الفعل آخر اللي هو انستخويغ. طبعا هنا عندنا لو فيرب سانستخويغ يعني تثقف نفسه. عندنا هاد أصل هنا. إذا نتكلم عن لو فيرب سانستخويغ فممكن يكون عندنا لو فيرب انستخويغ. انستخويغ كما نقول ثقف أو علم. طبعا نتكلم عن لو فيرب انستخويغ يعني أنك تثقف شخصا تعلم شخصا إلى غير ذلك. هنا عندنا لو فيرب سانستخويغ. عندنا هاد سو انستخويغ. طبعا اه حذفناها لأن لو فيرب انستخويغ مبدوء بأون فويال. نحذفو هاد اه الأولى وغنوضعو أبوستخوف. كاين حالات أخرى طبعا. إذا فيما تتلقاو لنا هاد لي فويال تنحذفو الأولى وتنوضعو أبوستخوف. إذا عندنا هنا لي سوري سانستخويز. الفئران تتعلم. أو بمعنى آخر كما قلنا تتثقف. ثم عندنا لي بابيون ليز. لي بابيون ليز. ثم عندنا الفراشات تقرأ. الفراشات تقرأ. كما تلاحظوا على الصورة عندنا فراشة تقرأ. لي بابيون ليز. علاش عندنا ليز هنا؟ هذا لو فيرب ليغ. نقول في البريزون في الحاضر جو لي تو لي إل لي نو ليزون فو ليزي إل ليز. إل ليز هم يقرؤون. لي بابيون ليز جات في النطق بحال لولين سانستخويز. إذا عندنا هاد ز في نهاية العبارة. إذا لي بابيون ليز. ثم عندنا الفراشات تقرأ. ثم عندنا لي بيبيتر. لي بيبيتر ليز. ثم عندنا المقرآت. كلمة بيبيتر. كلمة بيبيتر المقصود بها بوتي موبل بور بوزي ان ليفر. إذا نتكلم عن بوتي موبل. إذا نتكلم عن أتات صغير بور بوزي ان ليفر من أجل وضع كتاب. إذا نتكلم عن أتات صغير نضع عليه الكتاب. إذا كمان نتكلم عن طاولة صغيرة أو ما يشبهها نسمى المقراءة كالتي نضع عليها مثلا المصحف. إذا ممكن نسميها لو بيبيتر. إذا ممكن نسميها المقراءة. إذا عندنا هنا لي بيبيتر لويز. إذا نتكلم عن هاد المقراءات لويز. هذا لو فيرب لويغ. هذا فعل لا مع. أميتر دو لا لوميير. أنك تبعث ضوءا. إذا نتكلم عن لو فيرب لويغ نقول مثلا جولوي. أنا ألمع. تلوي. أنت تلمع. إلوي هو يلمع. نو لويزون نحن نلمع. فو لويزي أنتم تلمعون. فولويزي أنتم تلمعون. إل لويز. إل لويز هم يلمعون. هي اللي عندنا هنا لي بيبيتر لويز. إذن المقراءات تلمع. إذن كما تلاحظوا بأن في النهاية ديالها حتى هي عندها هاد ز. أنسي كو لي بون. وكذلك المقاعد. طبعا المقاعد الطاولة كالتي تكون مثلا في الحدائق العمومية تسمى لي بون. أبخي نو باسون أ فيفغ أنسومبل. إذا نذهب إلى العيش جماعة
أو العيش في مجموعة كما شرحنا فيما سبق. كل في شاك أنفون، ماذا يفعل كل طفل؟ كما تلاحظوا بأن الصورة تتكرر بنفس الطريقة تقريبا مع تغير في الوجوه. كل في شاك أنفون، ماذا يفعل كل طفل؟ كما on peut le voir sur les images، كما يمكننا رؤيته على الصور، les élèves échangent entre eux des livres d'histoire. إذن التلاميذ يتبادلون فيما بينهم des livres d'histoire، كتب قصص. Comme on peut le voir sur les images، les élèves échangent entre eux. إذن التلاميذ يتبادلون فيما بينهم les livres d'histoire، يتبادلون كتب القصص une manière astucieuse. إذن نتكلم عن طريقة ذكية. C'est une manière astucieuse. إذن نتكلم عن طريقة ذكية de profiter du plus grand nombre de livres، الاستفادة من أكبر عدد من الكتب، le tout pour le prix d'un livre، إذن الكل بثمن كتاب واحد، الكل بثمن كتاب واحد. لو أراد التلميذ ما شراء كل هذه القصص، إذن هذا سيكلفه غاليا. إذن هنا كل تلميذ يشتري قصة مختلفة، وفي هذا التبادل كأن كل تلميذ عنده كل هذه القصص مادام أنه سيقرأها، مع أنه يساهم بكتاب واحد. إذن كما قلنا الآن، comme on peut le voir sur les images، les élèves échangent entre eux des livres d'histoire، c'est une manière astucieuse de profiter du plus grand nombre de livres، le tout pour le prix d'un livre. ثم في الأخير عندنا، je dois échanger mes livres de contes avec mes camarades، je dois lire le plus d'histoires possible. Je dois échanger mes livres de contes. يتوجب علي تبادل كتبي للقصص avec mes camarades، مع رفقائي، je dois lire le plus d'histoires possible. إذا يتوجب علي أقرأ أكثر القصص ممكنة، le plus d'histoires possible. يتوجب علي أقرأ، je dois lire le plus d'histoires possible. يتوجب علي أقرأ أكثر القصص ممكنا، يتوجب علي أقرأ أكبر عدد من القصص الممكن قراءتها. نكتفي بهذا القدر، حياكم الله، وإلى لقاء قادم بإذن الله.